بحضور وزير الدفاع التونسي عماد مميش وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس جوي هود وقيادات عسكرية من الطرفين، تسلم الجيش التونسي 4 طائرات تدريب من طراز TC-6 وذلك في إطار التعاون الأمني الأمريكي التونسي. وزير الدفاع التونسي أكد في كلمته خلال مراسم تسلم الطائرات بقاعدة صفاقس الجوية أن هذه الطائرات ستدعم جيش الطيران في مجال تكوين طياري القتال وتدريبهم وإكسابهم القدرات التكوينية المتطورة بفضل خاصياتها التقنية والعملاتية. كما أكد الوزير التونسي أن المنحنى الأمريكي ستسمح بمواصلة دعم القوات الجوية العسكرية التونسية للدول الإفريقية الصديقة من خلال المساهمة في عملية تكوين وتدريب الطيارين المنتمين لهذه الدول، وذلك في إطار التعاون الثنائي المبني على الثقة المتبادلة. من جانبه أكد السفير هود أن تسلم الجيش التونسي للدفعة الأولى من هذه الطائرات يبرهن على قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أن واشنطن التي تعتبر تونس حليفا مهما خارج الناتو في إطار الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب ملتزمة بدعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدراتها لمجابهة التحديات الأمنية وتلبية الاحتياجات الإنسانية على حد سواء. وفي العام 2020 وقعت تونس وواشنطن وثيقة خارطة طريق لآفاق التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع للسنوات 10 القادمة، وتهدف هذه الخارطة إلى رفع جاهزية القوات المسلحة التونسية وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية. وتزايد الدعم الأمريكي الأمني لتونس خاصة في الجوانب المتعلقة بالتدريبات والعتاد لمقاومة ظاهرة الإرهاب، فمنذ العام 2011 خصص البنتاغون دعما للجيش التونسي تجاوزت قيمته $1 مليار. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الدكتور فيصل الشريف الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة وكذلك أستاذ التاريخ العسكري. مرحبا بك دكتور فيصل معنا في هذه الساعة. ماذا يضيف هذا التدريب للجيش التونسي؟ مساء الخير لك وللسادة مشاهدي قناة الحرة. أولا، العلاقات التونسية الأمريكية في مجال التعاون العسكري هي علاقات تاريخية بدأت منذ استقلال تونس سنة 1956، وتونس تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة بلد حليف غير عضو في الناتو، وهذا التعاون العسكري بدأ كما قلت خصوصا يتدعم منذ سنة 1958، هو ليس بجديد، وتونس تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة بلد ليس فقط حليف بل هو محور استراتيجي اليوم في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا، فهذا التعاون سيضيف الكثير بالنسبة لسلاح الجو التونسي، بحيث أن هذه الطائرات هي طائرات تدريب ستمكن الطيارين التونسيين الذين ما زال يتفاقى عددهم من سنة إلى أخرى بأن يتمكنوا من القيام بعمليات استطلاع، من عملية استكشاف خصوصا المناطق الحدودية مع ليبيا وحتى مع الحدود الجزائرية في إطار جاهزية الجيش التونسي أولا لعمليتين، لمكافحة الإرهاب كما ذكر في التقرير، ولكن كذلك موجة الهجرة السرية التي تعاني منها تونس الآن بدرجة كبيرة وتهدد حتى الأمن القومي التونسي خصوصا ما يقع اليوم من هجرات في السودان والجماعات المتاجرة بالبشر وما يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب من خلال هجرة هذه المجموعات أو المس بالأمن القومي التونسي. طيب دكتور فيصل، اليوم ما الدور الذي تتطلع له الولايات المتحدة من تونس في هذه المنطقة التي بالفعل تشهد الكثير من التغيرات؟ نتحدث عن السودان، عن ليبيا، عن مكافحة الإرهاب كذلك. الولايات المتحدة الأمريكية يعني لكي نفهم يعني بصورة عامة سياستها الخارجية في هذا المجال لا تريد أن تتعامل مع دول فاشلة، هذه الدول فاشلة يعني على المستوى السياسي والأخطر أن تكون فاشلة على المستوى العسكري، مما سيقوض
الأمن في كافة المنطقة، لأن تونس تعتبر محور مهم جدا رغم صغرها الجغرافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذلك في إفريقيا وما نراه اليوم من موجات هجرة. فبالتالي دعم تونس في هذا الوقت والدعم العسكري بالذات هو دعم للمؤسسة العسكرية التي هي الضمانة الأساسية للاستقرار في أي دولة كانت، يعني ليست تونس فقط، في أي دولة، لأن الجيش هو الضمانة للاستقرار في حال وجود فوضى اجتماعية أو فوضى سياسية أو تحركات لمجموعات كبيرة إرهابية، ورأينا ذلك ما وقع في العراق أو ما وقع في ليبيا وما يقع اليوم في السودان باعتبار أن الجيش النظامي هناك ميليشيات. فالولايات المتحدة الأمريكية دائماً لديها دعم فعلني لأنظمة سياسية إذا كان هناك تقارب، ولكن المهم بالنسبة لديها هو عملية الاستقرار، والاستقرار يكون بمعاضدة وإعانة الجيش في أن يقوم بعمله على أكمل وجه لاستقرار البلاد وكذلك ضمان الحدود والحد من العمليات الإرهابية التي من فك تتفاقم خصوصا بعد نهاية الجبهة السورية والعراقية. فهناك اليوم ثقل كبير سينزل على كافة منطقة شمال إفريقيا وجنوب الصحراء بتحول مركز الثقل الإرهابي إلى هذه المناطق. طيب دكتور، أخيرا بناء على خارطة الطريق الموقعة بين الطرفين قبل مدة ليست بالبعيدة، ما هو اليوم المتوقع لتطور هذه الخارطة، تطور العلاقات الأمريكية التونسية بعد الاستمرار بين حين وآخر نسمع عن تدريب، عن دعم، عن نقاش، عن حوار، عن اجتماعات؟ فعلا، وأضيف مناورات مشتركة دائما تتم، هناك إرسال دائم يتم بالنسبة للضباط الذين يتدربون في الولايات المتحدة الأمريكية في ويست بوينت وفي كبار كبرى مراكز التدريب في الولايات المتحدة. فالجيش التونسي منذ استقلاله إلى اليوم هو تقريبا في منطقة ما يسمى بالعالم الحر، واليوم كما نرى عديد البلدان من البريكس تريد جلب بعض البلدان كما هو الحال مثلا من الجزائر، ولكن العقيدة العسكرية التونسية وبناء الجيش التونسي والعلاقات التاريخية، وأؤكد لأن كتابي الأخير كتبت فيه عن تاريخ الجيش التونسي وذكرت تاريخية العلاقة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري، هي أكثر دولة دعمت تونس منذ استقلالها رغم أنها كانت ترزق تحت الاستعمار الفرنسي لدعم الجيش التونسي وقدراته وكذلك الدولة التونسية ككل. كما قلت هذا التعاون سيمتد إلى 10 سنوات القادمة، تونس لن تخرج عن الحلف التقليدي الأوروبي الأمريكي، حلف الناتو بصورة عامة لكن ليس بطريقة مباشرة، وتدخل في ضمن المحور الاستراتيجي الأمريكي الأوروبي لضمان البحر الأبيض المتوسط، ضمان أمنه، ضمان كذلك عبور الأشخاص، السلع. وتونس كما مع صقلية تعد تقريبا كما ذكر وينستون تشرشل في مذكراته هي مفتاح وسط البحر الأبيض المتوسط، هذه كلمات لوينستون تشرشل. فبالتالي الولايات المتحدة تبقى على عهدها والعلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة وصلت. خصوصا في هذه الفترة بالذات أين التحالفات والصداقات هي التي يجب أن تبقى قائمة وتدعم أكثر فأكثر. نعم دكتور فيصل الشريف الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة والأستاذ في التاريخ العسكري، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة.